خلينا نبدأ بأهم الأحداث كالمعتاد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بحضور رئيسي زيمبابوي وملاوي وكبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقي والمنظمات والبنوك الأفريقية متعددة الأطراف. سيادة الرئيس وجه الشكر لكل المشاركين في المعرض وقال: إحنا في مصر حريصين على الدعم الإيجابي في إفريقيا وحريصين أيضا على البناء والتنمية والتعمير داخل القارة والتعاون في كافة المجالات. تعالوا مع حضراتكم نشوف كلمة سيادة الرئيس. في البداية رحب بكم جميعا السادة رؤساء الدول والحكومات، أهلا وسهلا ملاوي وزيمبابوي وكل المشاركين في المؤتمر، واسمحوا لي أن أنا أرحب أيضا بكل الشركات اللي شاركت معنا في معرض التجارة. والحقيقة زي ما سمعنا خلال يعني الأحاديث اللي تمت النهاردة قد إيه مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية. بنتكلم على سوق فيه أكثر من 1.3 مليون 1.4 مليون مليون إنسان أو مستهلك، بنتكلم على قدرات اقتصادية هائلة، بنتكلم على موارد طبيعية ضخمة جدا سواء في كل المجالات، لو اتكلمنا في الزراعة، لو اتكلمنا في التعدين، كل المجالات اللي موجودة لا ينقصنا إلا أن ده يتم تنسيقه والتعاون الإيجابي بيننا جميعا، وطبعا بدعم الشركات اللي ممكن تقوم بهذا الموضوع. مش هنسى أبدا أن أنا أوجه الشكر على مشاركتكم الإيجابية، وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك، بنك التجارة أو رئيس البنك الأفريقي للتجارة التصدير والاستيراد الدكتور بندكت. أشكرك جدا جدا على الجهد المبذول، واحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين ان احنا حريصين جدا على ان يكون دايما دعمنا دعم ايجابي. مصر دايما بتحاول ان هي تقوم بدور ايجابي فيما ينفع الناس مش حاجة تانية، لان احنا في افريقيا زي ما انتوا شايفين القدرات موجودة والامكانيات موجودة، ولكن يمكن تكون في بعض المعوقات والمشاكل اللي بتعوق يعني هذا الامر. وبالتالي احنا في مصر دايما حريصين ان احنا نقوم بالبناء والتنميه والتعمير والتعاون في هذه المجالات ومش اكتر من كده، واطفاء حرائق لو في حرائق لو كان ممكن نعمل ده. مره ثانيه برحب بيكم وسعيد بوجودكم معانا في مصر، واتمنى لكم ان المعرض يقوم بالدور اللي احنا بنتمناه. شكرا جزيلا.